وينضم إلينا في الاستوديو السيد محمد علي والبلال، رئيس مركز ترانيم للفنون الشعبية. مرحبا بكم سيد محمد. ما الذي ميز المهرجان في نسخته الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا شكرا لقناة الساحل على التغطية وعلى مواكبة مركز ترانيم للفنون الشعبية في جميع أنشطته. للرد على السؤال قبل أن أجيب على ما الذي ميزه، نختار نقول ما هو الهدف من هذا المهرجان. مبدئيا الهدف من هذا المهرجان هو تسليط الضوء على هذه الثقافة، ثقافة المدح وتاريخه والقضية التي يمكن أن يجمع بها المدح جميع مكونات المجتمع الموريتاني، وهذا ما هو حصل في الليالي الثلاثة. أما ما يميز هذه النسخة عن الدورات الثالثة، أولا هذه النسخة هي النسخة الثالثة، وقد تميزت أولا بالجمهور ما يزيد على 5000 شخص كل ليلة يجوا للسهرات المدح ويواكبون المداحة حتى مقربة من الفجر. المسألة الثانية هو عدد المداحة المشاركين في هذه النسخة. المسألة الرابعة هي مسابقة طريناها هذه السنة من أجل على الأقل المشاركون والجمهور الذي يحضر هذه السهرات عنهم يمشوا معاهم مجموعة من المعلومات حول المدح، حول تاريخه، حول حتى ممارسين. طيب الوزارة لم تواكب هذا الحدث، أي لم تواكب المديح في الافتتاح ولا في الختام، بماذا تفسرون ذلك؟ نحن وإذا كان واضح البارح في خطاب الاختتام وقلنا بكل صراحة أننا نعتب على وزارة الثقافة، لأننا نعتبر في مركز ترانيم للفنون الشعبية بأن وزارة الثقافة والصناعة التقليدية هي الشريك الأول لنا في هذا المجال، ولنا معها تاريخ. إذا هذه هي السنة الثالثة، السنة الأولى حضر ممثل عن الوزارة، والسنة الثانية حضرت وزيرة الثقافة، لكن تفاجأنا هذه السنة بعدم حضور ولا أي شخص يمثل وزارة الثقافة لا في الافتتاح ولا في الاختتام، وهذا حقيقة كان سؤال الجميع ممن حضر المهرجان، سواء كان من شخصيات سياسية أو الحقوقية أو الثقافية التي حضرت أو من الجمهور أو من فريق المهرجان، والسؤال ما زال مطروح، لماذا وزارة الثقافة تغيب عن النسخة الثالثة من مهرجان ليالي المدح؟ ونحن على مستوانا مشينا عدة رسائل لوزارة الثقافة من أجل الدعم أولا، ومن أجل المشاركة، ومن أجل الافتتاح الرسمي لهذا المهرجان، لكن طيب الرسائل بقيت. طيب ما هي أبرز المشاكل التي يعاني منها فن المديح النبوي؟ أنا أظن من المشاكل التي يعاني منها المدح النبوي في موريتانيا هو أولا الاهتمام بممارسين هذا المدح، لأننا نحن ما نعود نبقى المدح ومهتمين بالمدح ولأننا مهتمين بالناس اللي تمارس المدح. إذا أكبر مشكلة يواجه المدح النبوي هو الاهتمام بهذه الشريحة التي تمارس هذا المدح. المسألة الأخرى هي مواكبة الجهات المعنية، سواء كانت وزارة الثقافة سواء كانوا المانحين، مواكبة هذا المهرجان، لأن المهرجان حتى الساعة للدورة الثالثة ما زال يقام بمجهودات ذاتية، بمجهودات شخصية من فريق المهرجان، وما زال يقام بعدة تبرعات من شخصيات وطنية مهتمة بهذا المجال وتساعدنا كل مرة. طيب السيد محمد علي والبلال، رئيس مركز ترانيم للفنون الشعبية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.